نعم، مساء الخير. طبعا مساء الأمر الخير. يتعلق في كامل المناطق التي أثارها الزلزال، نتحدث عن أكثر من 5500 بشكل قطعي، وعن عدد نازحين يعني ليس بعشرات الألوف بل بالمئات الألوف حقيقة الأمر، الذين تضرروا من الزلزال بشكل مباشر أم غير مباشر. والأمم المتحدة تتحدث عن 5 ملايين، وبعض الأحيان تتحدث عن رقم أكبر، لكن هو الرقم أكبر بالفعل إذا ما قسنا على كامل المناطق التي أصابها الزلزال، من اللاذقية إلى حماة لطرطوس حلب إدلب. هذه المناطق كلها أصابها الزلزال، وكان فيها يعني نزوح أو الخروج من المنازل خوفا من تهدم المنازل التي تصدعت على رؤوس قاطنيها، لذلك الكارثة هي كبيرة وكبيرة جدا بالفعل. نعم، بخصوص المساعدات أستاذ رامي، حجم المساعدات التي تدخل المناطق المنكوبة، هل هي بمستوى هذه الكارثة وبمستوى الحاجة والضرر؟ يعني إلى مناطق النظام وصلت 112 طائرة، ما بين خمسة بينها خمسة سورية و107 من 23 دولة إلى مطارات النظام. وصلت قافلة من العراق خلال 24 ساعة، أكبر من المساعدات مجتمعة التي دخلت إلى مناطق ما تعرف بالحكومة المؤقتة ومناطق حكومة الإنقاذ، أي إدلب وريف حلب الشمالي الغربي وريف حلب الشمالي. يعني أن هناك هذه المناطق التي هي واقعة خارج سيطرة النظام لم تدخلها مساعدات كافية لتغيث أبناء هذه المناطق. طبعا نحن نعلم بأن هناك عبد الرحمن مصطفى الذي يطلق على نفسه اسم رئيس الحكومة المؤقتة، الذي يحكم مكتبه على ما أعتقد، يمنع دخول المساعدات من مناطق الإدارة الذاتية، ويمنع دخول المساعدات من مناطق النظام إلى مناطق سيطرته، لأنه قال لا نريد مساعدات لا من أسد ولا من قسد، كأنه هو الذي يجوع، كأنه هو الذي يشرد، كأن هذا الرجل هو المسؤول عن قرار هؤلاء السوريين الموجودين في تلك المنطقة. وحتى هيئة تحرير الشام عندما تقول نمنع المساعدات من مناطق النظام، هذه المساعدات جاءت لأبناء الشعب السوري، نتحدث نحن عن 107 طائرات يعني جاءت بالمساعدات لأبناء الشعب السوري، لم تأتي لنظام بشار أسد، أتت لكل السوريين بكامل يعني مناطق تواجدهم داخل التراب السوري. نعم، هذا صحيح، يعني هي من سوريين إلى سوريين. أستاذ رامي، نتحدث عن حملة هنا سوريا التي أطلقها أهالي شرق الفرات، ماذا لديكم من معلومات حول هذه الحملة، وهل وصلت المساعدات إلى وجهتها أم أنها تعرضت للفصائل المسلحة التي دائما ما تسرق هذه المساعدات؟ لا، أنا كنت على تواصل مع بعض القائمين على هذه الحملة من دير الزور على سبيل المثال، هم تكفلوا بأن يوزعوا هم بأنفسهم المساعدات على مستحقيها، ودعينا نقول بأن على سبيل المثال المساعدات التي دخلت من مناطق شرق الفرات أو مناطق يعني الإدارة الذاتية سواء من دير الزور إلى الحسكة إلى الرقة، يعني 145 شاحنة حتى صباح اليوم، 145 شاحنة، بينما الشاحنات التي دخلت من تركيا مجتمعة قد تصل إلى 146 شاحنة خلال أسبوع، أي تعادل تقريبا نصف المساعدات دخلت من مناطق شرق الفرات. نعم، هناك تقارير عن مبادرات فردية لمساعدة المتضررين والنازحين بسبب الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، هل من معلومات لديكم بهذا الخصوص؟ خاصة نحن نعلم حجم المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الحيين جراء الحصار المطبق منذ أشهر، ماذا لديكم من معلومات؟ يعني يجب على الهلال الأحمر العربي السوري الذي يقول بأنه موجود ويستلم المساعدات من الدول يعني 23 دولة، يجب عليه أن يقوم بتقديم المساعدات لأبناء الشيخ مقصود والأشرفية، إلا إذا كان يريد أن يقول ممنوع عليه من قبل الأجهزة الأمنية. إما أن نقول هذين الحيين هم جزء من الأراضي السورية، أم نقول بأننا نحن لا علاقة لنا بهذين الحيين ولا ندخل مساعدات إلى هذين الحيين. أفهم من حديثك سيد رامي أنه لا وجود لأي منظمات إنسانية أو حتى الهلال الأحمر السوري في تلك المناطق؟ لا تدخل مساعدات، لا تدخل مساعدات إلى تلك المناطق، لا نعلم. يعني حقيقة الأمر يجب أن يرد علينا رئيس الهلال الأحمر السوري الذي قال بأن المساعدات هي لكامل أبناء الشعب السوري، الأولى به أن يوزع المساعدات التي تصل من دول عربية ودول يعني ودول على مستوى العالم
إلى أبناء الشعب السوري ولا ينتصر أوامر الأجهزة الأمنية. نعم، سؤال أخير لو سمحت لي سيد رامي، هناك ازدحام شديد للسوريين على معبر باب الهوى، هم عائدون من تركيا إلى المناطق السورية، ولكن ليس لدينا معلومات إلى أين سيعودون، لماذا يعودون، هل لديكم معلومات أكثر؟ يعني هو معبر باب الهوى نحن شاهدناه بالصوت والصورة، معبر باب السلامة التي يتكتم عبد الرحمن مصطفى ممثل المخابرات التركية رئيس الحكومة المؤقتة عن ما يجري من انتهاكات بحق السوريين، ونشاهده دائما عندما يتحدث في مقابلات يعني قليلة لو كانت قليلة، وراءه العلم التركي وكأنه رجل تركيا في داخل الأراضي السورية ويتكتم عن أن هناك معاناة للسوريين. حقيقة نحن لا نقول كل الشعب التركي يمارس العنصرية على السوريين في تركيا، بل هناك ممارسات من قبل القائمين على بعض الدوائر البلدية في تركيا بحق السوريين وتدفعهم للرحيل عن تركيا والمجيء إلى داخل التراب السوري. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من كوفنتري.